اسمك ايه؟ محمد صلاح. طيب قول لي انت ايه اكتر حاجه بتفتكرها وقت الثوره؟ اكتر حاجه بفتكرها يوم 28 يناير، يوم انا كنت خارج في مسيره من الرابعه العدويه، مسيره الرابعه العدويه لغايه التحرير، واحنا مشينا كتير جدا، ابتدت الشرطه تضرب فينا من عند شارع رمسيس. اول ما دخلنا شارع رمسيس بالظبط ابتدوا يرموا علينا قرابي لغايه كتير جدا، ناس كتير اتخنقت، الشارع اتوض جامد، كلهم دخلوا الجامع اللي كان هناك، مش عارف اسمه ايه الصراحه، اتحبسوا فيه، وفضلنا حاطين في الجامع اكتر من ساعه مثلا وهم بيرموا قرابي كتير جدا بره، بس فضلنا واقفين لغايه ما الموضوع هدي شويه، ابتدت الشرطه ترجع بقى، المتظاهرين ابتدوا ينزلوا الشارع تاني، وابتدت الشرطه ترجع لغايه ما عرفنا نمشي قدام، لغايه ما وصلنا التحرير. ايه اللي نزلك يوم 28؟ اسباب كتير قوي يعني مشاكل مصر كلها، يعني البطاله والناس ما كانتش عايشه كويس، كميه الناس ما كانتش لاقيه شغل كتير، والحكم كان فاسد، الناس الوطن كان ماسك الحكم ما بيحبوش. انت نزلت لوحدك ولا كان معاك حد؟ بعد ما نزلت كنت لوحدي، قابلت ناس اعرفها. طيب حاسس بايه دلوقتي ونفسك ايه اللي يحصل يعني السنه الجايه دي؟ يعني حاسس ان احنا برضه ما عملناش اللي احنا عاوزينه في الاخر، لسه تحت حكم العسكر، مش راضيين يسيبوا البلد، مش عارف هنعمل ايه. احكي لي ايه اللي حصل لك في محمد محمود، في احداث محمد محمود؟ احداث محمد محمود احنا واقفين فيه محمد محمود اهوت، بس كان برضه الشرطه برضه كانوا بيخشوا يفضوا الميدان كل شويه، كميه الناس اللي انا كنت واقف شفتها بتقع قدامي كانوا كتير، الحمد لله ما حصلليش حاجه، بس يعني كانت عربيات الاسعاف ما بتبطلش يعني. شكرا.